اليوم مظاهرة في معارض النعمان استمرارا للحراك السلمي في من بداية الثورة منذ 6 أعوام لحد هذه اللحظة، تنديدا بهذا النظام المجرم ومناداة بالحرية وإسقاط هذا النظام والإفراج عن المعتقلين كافة، إضافة إلى أنه اليوم حاولنا أن ننوه إلى أن هذه الاتفاقية التي حدثت أخيرا في تهجير أهالي أكفريا والفوعة، هذه اتفاقية ليست جيدة أبدا بالنسبة للوضع حاليا في الثورة السورية، لأننا نستخدم ورقة أكفريا والفوعة هي ورقة ضغط بالنسبة للثورة السورية، وباءت بالفشل في الآونة الأخيرة، خاصة أن آخر فترة كانوا ينددوا بأن الهدنة لا للهدنة، بينما شاهدنا البارحة عكس ذلك.